قلني لك خيانة وسمعت موضوع خيانة وانتي ترشقت بالضحك. خلنا عادتك خيانة. خيانة. صحيح هو ما خانيش. صحيح. الضحكة هذه الدموع هذيك دموع ضحكة تبسيمة ولا دموع خرجت بعد التبسيمة متاع جرح؟ تضحك من قلبها يعني تبدا عينها الدمع فهمت؟ لا لا صحيح هو ما خانيش. هو ما خانيش اللي معايا سنجح. علي تفضح فيا قسما. شو من راحتي تو سيء مش تهبط على اليوتيوب وكل شيء انا لا هذه لا يعني بكل صدق ومشاعر انك انت ما خدتيهوش خنت ظهر فيك السكوت علامة الرضا والله يسكت ما عندي ما أقول كي خنتو سامحك ولا سامحك ولا لا بتبيع مش بشي سامحني يظل آخر مرة بشوفيني يظل بش ندوام لله طو قبيلة قلت لي أنا معاه أي أنا معاه وطو قلت خنتو سامحك ليه ما خنتوش بتبيع ما جوس على على الفيسبوك كاو يعني مش خيانة لا عندك الحق لا مش خيانة تفرق فيدي سامحني بربي في المونتاج خصو كل شيء كي خونك انسان تسامحه ولا تخاف يعاود نفس الغلطة مسامحوش قد خانوني برشا ومسامحش عمرك لا سمحت إنسان خانك؟ مش في حاجة في حاجة مثلاً فما شكون غدرني ومرتو مش نسامح اعتبرت وقتها مخويا وصاحبي وعشيري وماكلين ما مرحبا بعضنا وخدمنا مع بعضنا وفي الأخر خان توجع الخيانة من إنسان هكا قريب منك برشا؟ توجعني برشا ورتو وجعت ونتمنى هكا يحب يقولي علاش عمل معايا هكا نتمنى من ربي هكا يجيني وفصل فصل يقول علاش عمل معايا هكا علاش وصلنا الحالة هكا اش عملت معاك هذاك شنو نطلب من ربي كان يسمع فيا ويتفرج فيا الخيانة اللي توجع أكثر خيانة الحبيب وإلا الصديق وإلا العائلة صديق يتعتبر أخوك وصاحبك وأقرب الناس ليك واعتبرته أخويا وصاحبي وأقرب الناس لي ويسمع فيا وكان ممكن هكا نتمنى نحب نبعث له ميساج نبعث له أي حاجة وجه له كلمة أنت علاش عملت معايا هكا؟ نحب نطلب من ربي وجاني يقول علاش عملت معايا هكا؟ وذاك وصير غدرني غدرني مع عرفي ومع مرتي ومع الناس الكل. علاش؟ نحن اصحاب وكلنا ملح وتعاشرنا وخيي الناس الكل بشد الناس الكل. علاش عملنا معايا هكا؟ نتمنى من ربي يحب يجاوبنا السؤال هذا برك. نحب نتمنى هكا يجيني فصل فصل يقول لي عاد عملت معاك هكا وهكا وهكا علاش؟ كي يجيك يقول لك عملت معاك هكا وهكا وهكا وسامحني ما سامحوش سامحوا ولا؟ ما سامحوش. خذ غدر كبير هذا يغدرني به. خذ حاجات معمرتك فسد لك خدمتك وحياتك مع مرتك فسد لي خدمتي وفسد لي علاقتي مع عرفي العلاقة طيبة ونحترمه ورجعتي فيه ومع مرتي ما معناها حاجة هذيك تخدم مع تخدم وحدة أما نحن بفرت بوس مرتي في الحانوت ونخدم نحن معنا جنيرا نخدم في كوشة مع بعض أما الغدرة اللي عملها أثرت على علاقتك مع مرتك بالطبيعة يعني حاجة ما عملتيش وبشت الناس الكل يجي يقولك هزيت وهزيت 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 ومسلم وعارفك عاطيك عاطي فيك الثيق ومسلمك ما رزقه ومسلمك ماله واعتبرك معتبرك من ولده وخويا وصاحبي ما نستحق في اي حاجه نلقيه يجي يقول انا نهز وانت ما شفتوش وما ريتش وما معناه وما كلمة وملح ودخلت لداري ومعناه اكثر من خويا لو كان حكي لك ممكن ما تسوي حتى شيء علاش هك انت كي تخمم علاش عمل هكا ما تلقاش سبب ما لقيتش سبب خاطر ما عملتش والناس تعرف
والعباد تعرف، وعمري كامل نظيف مع الناس الكل، وعمري كامل نعمل في البيت مع الناس الكل ومع اصحابي التو لحد هذه الساعه. اللي يخون مره وتسامحه يعاود يخون؟ من رايي انا اللي يخون مره يعاود يخون، خاطر مادام الخيانه في راسه ما تنحاش، وهو كما دام ما يحبش الانسان هذاك، مادام خانه خانه مره ينجم يخونه مره اخرى. وراها ياسر معناها الناس اللي تخون راها تعاود، انا معناها فما عباد كان جاي يحب الرسمي راهو ما خانش. كي نحكيو على الخيانه نحكيو بصفه عامه، يعني حتى بينك انت واصحابك، حتى بينك انت وداركم، حتى بينك انت واخواتك، حتى فهمت اسكو الناس الكل. لا نحكي على الحبيب وامام تو كي نشملها بصفه عامه، الكل يعاودوا يخونوا؟ يا يخونوا خاصة بالرسمي، مثلا حتى أبار مثلا خيانة الحبيب صاحبك غدرك مرة سيء. بالنسبة لي أنا ليه ما تعطيش فرص ثانية لعبادة ذي، خاطر خان مرة يعاود. أنت ما تعطيش فرصة ثانية خاطر في مخك اللي يخون مرة يعاود؟ يخون مرة يعاود ما نعطيش فرص ثانية، لا من أصحاب حبيب ليه؟ فرصة ثانية لا لا ما تعطيش. عبيد ساعات عبيد مثلا يحس روحه فما تحس بالذنب بعد الحاجه ذيك، راهو يعتذر وكل شيء، ما راهو تجي فرصه اخرى يعاود. تنتظر باش يسامحك تا ولا لا؟ ان شاء الله يسامحني وانا نعرفه. ترى قلوا اكل قلتي لي مش خيانه على الفيسبوك هاو. مش خيانه على الفيسبوك هاو ونحبه. بالله فسر لي ايش معناتها مش خيانه على الفيسبوك اكها؟ يا اخي الخيانه في تفسيرك وفي قاموس حياتك انت شنو الخيانه؟ معناها مثلا كي تعمل قهوه انت وشكون هذيك تسمى خيانه؟ معناها اللي انت قعدتي مع واحد غيره هو كما يقولوا فيها. اما كي تعرف سامحني تعمل حبيب على الفيسبوك مش خيان؟ لا مش حبيب، جست نحكي وصحابك لاكثر لاقل، معناها جا يعرفني فادي وكل شيء يا فادي يا فادي سيء عليه وخيتي عليه بربي نحوه في المونتاج من كان يقرب يولي توا باش يعرفني على حقيقتي توا والله. بس باهي الانسان يظهر على حقيقته، وباهي الانسان كي يغلط يقول غلط صحيح. انا يعني ما اما نحبه كها بالحق، الانسان هذاك اللي معايا انا توا نحبه. ربي يفضلك يا عايشك وركح ريب ما عادش تحكي على الفيسبوك هو اسمه أمي على الفيسبوك، معناه ما عنديش برشا سجا، هو يعرف كل شيء معناها. وش معني عندي كيما يقولوا 5000 ولا قداش؟ لا ما عنديش. عندي قداش عندي كان 27 كها 27000 27 فرنك يا فادي عندك 27 فرنك أمي 27 نسألك سؤال آخر، الغيرة والحقد والحسد ينجم يعمل هكا يخلي الانسان يخون، يخلي الانسان يغدر ويكذب و... والله وهذه حاجه ما نجمش نجاوب عليها. خدمه ما بينتنا حتى شيء، فرد مستوي انا وهي، ما عندي حتى شيء بيني وبينها، ما نجمش غيري مني ما نعرفش علاش، حاسدني ما نعرفش علاش، ما عنديش والله ما نجمش نجاوب. خدمه ان شاء الله يتفرج فيك ويجاوب. نطلب من ربي انا يعني. قلت نطلب امنيتي يجاوبني علاش عمل ماي هك، هذيك امنيتي من ربي باش نرتاح انا ومرتاح ضميري ونرتاح. ومو علاقتك مع عارفك، عرف الحقيقه ورجع سافا معاك ولا لا؟ انا عارفك طول عمره كامل، عندي 5 سنين و6 سنين نخدم معاه، نخدم معاه والحمد لله ربي، ونضيف معاه الدنيا والاخره، ويحاسبني كان نهار باش نغيره ولا باش نمسه قدام ربي. بالحق لو نحكي معاك يعني برغم ما ضركش برشا في العمل نتاعك ورجعت سافا انت وعارفك، اما باقي موجود بالطبيعه. انسان يجي معناها انسان يجي يحكي عليك يقول لك تسرق وتهز وتعمل 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 وانت ما عملت حتى شيء، ما توجعكش؟ ما توجعكش انت؟ يجي يقول لك انسان سمعت هكا وهكا اعطيني. توجعني من انسان قريب مني وحسبته اخويا ولا اختي؟ هذاك توجعني من انسان
قريب مني وحسبت وقت من خويا هذاك بحق ذكر وحسبت وقت من خويا راه قلت نسير يدخل لداري اي في مش معنى يدخل ناكلوا ميل وملح مع بعضنا راه يدخل لداري وناكلوا ونشرب فهمت معنى راه نجيب الماكله ناكلوا مع بعضنا وخيين ونخدموا مع بعضنا ومتفرهدين وعاملين جو يجي من بعد يهز كلام العارفي كلام ما كلمتوش ونجي نسمع كلام كان جاي اعتذر منك سامحه المسامح كريم ممكن اما يقول لي السبب